ايه تعرفوا الاخي فيصل؟ لا والله بس ما حصلنا الشرف. اهلين وسهلين، احنا حصلنا الشرف. تفضل اخي فخري، تفضل اخي فيصل، انا ما بعرف احلف، مدوا ايديكم قولوا بسم الله. ولو نحن بدنا حلفان، محلانا ونحن قاعدين ببيت اخونا وعم نتدلل على الاكل. بعدين كاني شايف الاكل كتير، ما هيك؟ يعني ليش ملبكين حالكم كل هاللبكة؟ ايه ما في لا لبكة ولا شيء، حضرت وما حضر واجبك، أنا بصراحة كنت عازم أبو سعيد مبلوعة، وأبو لاتب سن التوم، وأبو صبحي عنيدة، بس فجأة إجاهم سفرة لحلب مفاجأة، واعتذروا بآخر لحظة، بقى مدوا إيديكم قولوا بسم الله. لا الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا أخي يا فخري؟ شو السكبة هي؟ ايه ولد ابن سنتين ما بسكب هيك سكبه. معلش معلش بدي بك خليني اكل على مهلي منشان لحق ذوق كل الطبخات. ايه لا لا عمي هذا مو كلام، لانه اكل الناس على قد محبتها. شو بالظاهر انت ما بتحبنا؟ تفضل 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 دقلي هالجاجة، هي لحمه بدوب بتتم مثل الهليون. شو عم تسوي انت؟ يسلم ودي اياه. بتعرف انه انا بحياتي ما اكلت دجاجه بحالها. لك اخي الدجاجه الايام ما بينحكى فيه، صغير كتير وخفيف على المعده، كل كل لا تعملي مشاكل. يلا يلا شو عم تساوي؟ امني الشوكه من ايدك، ملص تمليص. يلا وبالفعل يا جماعه كان الاكل طيب كتير، ونزل صاحبنا فخري بهالدجاجه بالاربعه والكف وعلى تمليص وهبرها تهبير. الله يسلمك. أهلين، شو رايك بالدجاجة أخي فخري؟ تأخذ العقل. الحمد لله. شو الحمد لله؟ لسه ما بلشنا. وين كوسة المحشية يا بشير؟ ليك يا سيدي جيت حاضر. بشير يرضى عليك، خذ لي الصحن قدام الأخ فخري. على عيني. تفضل سيد فخري تفضل. شو تفضل؟ أعوذ بالله أنا شبعت. دايما ان شاء الله. شو دايما؟ لساتنا بالرقراق ما فتنا بالغميق، باين عليك تدلل. ناولني صحنك لعلك، ناولني. حاجه 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 يا عمي. لك يا عمي كوساي وحده بتكفيني، الله يخليك، حاجتي بدي بيك. شو كوساي التاني؟ شو انت ولد صغير؟ بعدين بقول لك اكل رجال على قد فعالها. صحيح، بس انا شبعت. هي مرحبا شبعت، يعني معقول تترك الكوسايات يلي بوحده اللي خلقه؟ والله معك حق، بس انا اخي لا تاكل خبز كل حق. ما بقى فيه دخيل عينك يا استاذ فيصل. لك شو ما بقى فيه؟ بعدين اخي بديع بيزعل منك. ها لا معناتها اكلنا مو عاجبه وقرفان منه. لا لا شو قرفان لا سمح الله، بس انا دق لك كان دق لي بالكوسايات لك كان دق. حاضر سيدي. هي بلاع الكوسايه فرد لقمه بلاع، ما بدنا نزاكي يا سيد فخري، إلا بيناتنا نسوان حتى نتزارف ولا معنا صبايا حتى نتلاطى. بقى دق بهالكوسة لقلك دق. والله ما عاد أحسن يا جماعة صدقوني. أقسم بالله غير ما تاكلها، معقول تطلع من عنا جوعان؟ يا جماعة شبعت، عملكم والله شبعت. ولو على القليلة مشان يمين بديع بيك، على حساب أنت أصلي وبتفهم بالأصول، بعدين في عنا أكل كتير وين نروح فيه؟ أمرك سيدي أمرك. بدي صحنك عميل معلمة. ها رح يلمع بإذن الله، رح يلمع. بشير هات جقطة اللبنية. عنتها سيدي جيت. يسلموا هالإيدين. إيدين كمان بدي أكل لبنية. يعني معقول يكون على الصفرة لبنية وما تدوها؟ يا جماعة شبعت ولله الحمد، صار بطني يجعني. صدقوني صدقوني بديع بيك. الله يسامحك، هلا هذا اسمه شبع. هاد حاجة 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 يا زلمة حاجة، شو عم تعمل أنت؟ لك حاجة يا عمي الله يخليك. أخي إكرام الضيف واجب علينا، فيصل عطيمة على نضيفة. حاضر تفضل. زين لقلك بهالكبايات، عليم الله بيتقدموا لملوك. إيه أكيد، بس بصراحة يا جماعة رح أنفزر فزر وراح قسما بالله العظيم اذا ما اكلت راح ازعل منك تماما. يا بديع بيك مو مساله تزعل مني وما تزعل مني، المساله انه وصل الاكل لحلي وراح يطلع من بلعي. لكن مشان الله حاجتك نزاكي بقى. بعدين بصراحه قديش انا شفت اخي بديع على موائد وسفر كتير، بس بعمري ما شفته عزم على رجال او حلف عليه بهالشكل. بالظاهر انت لك معزه خاصه عنده. يا سيدي الله يسلمك ويسلمه، بس الواحد هلا لا تلهي بالحكي فيصل، كل عمي كل مجاري الهنا. بس عفوا انا حاسس
والله ولي اسمه الله غير ما تاكل، ما بده يشوف بصحنك ولا لقمه. كان مو حلوه سيد فخري، مشان يمين بديع بيك، لك كله اللقمتين بينزلطوا معك زلط، وبصراحه عيب اللي بيقعد على السفره وما بياكل. حاضر سيد فيصل، امرك. هات الابوات يا بشير. شلون شفت لي هاللبنية؟ خفيفة على المعدة مو هيك؟ كثير دايما ان شاء الله. وين 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 هي؟ بدي غسل كفى الله. والابوات مين بده ياكلون؟ اصلا كل اللي اكلتهم حضرتك مقبلات ما بنحكى فيهم. الابوات هي وجبة رئيسية، هي الوجبة الرئيسية على الطاولة، بقى وين هربان؟ بترجاك بترجاك يا بديع بيك، انا يا علي الطلاق ما بتتحرك مع الطاولة لتاكل الابوات، اصلا مرتي طبختها مشانك. لك لا تزعلوا سايرو، اخي بحبك. يا والله ما صحت العزيمة لحدا، يعني اللي بقصده اخي بعمره ما عزم على حدا واصر الا على حضرتك. يا اصلا انا ما بحب الابوات، بحس حالي كاني عم باكل بشكير او منشفه. لك اخي انت سايره وتضل لك كمعضه مو منشان شي، بس منشان يمين طلاق. حاضر فيصل، ناولوا ناولوا. تفضل تفضل. ايه ما الله يصفخ لي بيك. اجي يا شو رايك بالابوات؟ لا تقول ابها معلومه، بده يعرف مين يطبخها، بده معلميه مو هيك؟ طبعا طبعا طبعا. يا بشير هات صدر الكنافة والنمورة. معقولة؟ يا الله يعينه. المهم أكل فخري على كل درس لون، وشرب الشاي وأكل فواكه، وكل ما يمتنع عن الأكل يحلفوا عليه، شي بالطلاق، شي برحمة الميتين، شي بجاه الأولياء والغوالي إلى آخره. وبعد ما احتفلوا في هالاحتفال استأذن الزلمة مشان يمشي حامدا شاكرا. إيه فخري، شو رأيك بعد الحلو والفواكه بكاسة عرسوس باردة؟ ما عاد في بوس لك يا بديع بيك، ما عاد في دخيلك، عيوني زاغت وراسي داخ، وما عاد أقدر ما عاد أقدر أسمع بشي اسمه. إيه علي لا، ما تحلف يا بديع بيك، ما تحلف قسما بالله اني شبعت، بيش بدي احلفكم وحياة كل من له جاهة رب العباد، اني فزرت وركبي ما عاد تحملني، ويمكن حماري اللي جيت عليه يبوطس فيي من تقلي، ويمكن ما يقدر يحملني. شو هالحكي؟ معقول الحكي هذا كله من عزيمة غدا؟ اي والله ما اكلت منيح، ما عندنا بالواجب ما ينبغي. معلش يا اخي معلش، كتر الله خيركم وتاكدوا تمام اني ما راح انساكم العزيمة طول ما انا عايش. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك طول بالك. من عادة ها، مو محسوبة هاي. إن شاء الله إن شاء الله، انعشت انعشت وربي خلاني. غريب أكله قليل هالزلمة. أخي مو قصة قليل، بس هو خجول ونحنا ما حلفنا عليه، تركنا على راحته. آه آه أخوري أخوري، ما حقدر ما حقدر، امشي يلا تعال. لك امشي تحرك، لا تغلاظ، امشي مالي أدران. فهمت عليك فهمت عليك، الظاهر عطشت ما هيك؟ اخ يا بطني اخ، الهيئة بدي اسبوع لاهضم الاكلات اللي اكلتون. اخ اخ اخ، بطني بطني رح ينفجر. قلت لي عطشان ها؟ ولي يا بطني.
هاي المي قدامك، شراب لك شراب. المي نظيفة نظيفة وظريفة، عم بقلك شراب. إذا بتحبني بتشرب الشرب على قد المحبة. يا بطني يا أخ، ما بدك تشرب؟ ولك يا عمي شراب، شو صار لك؟ العمى بزعل منك ها؟ شراب، ولك عم بقلك شراب؟ إيه؟ إيه علي ما علي إلا تشرب؟ ولك عم بقلك شراب؟ ما بدك تشرب؟ والله الحق بإيدك. آخ، تعرف طلعت أنت الزلمة مو أنا. آخ يا بطني آخ. ما عجبك؟